حاسس كان هو كان هيموت. كنت بحبه اصلا، كان لاعب خنوق جدا وكان كويس. انا محمد اغفر له يا رب على المستوى كده. كان كويس كده، كان بيصلي برضه وكان كده. هو كده حته احسن كتير. عرفت نفسك؟ زياد صبري. اهلا وسهلا بيك. الاول طمنا على الامتحان. لا الحاجه كويسه الحمد لله. الحمد لله. قول لنا بقى، استقبلت ازاي خبر وفاه اللاعب احمد رفعت الله يرحمه؟ اتضايقت جدا فعلا، عشان كان لاعب كنت بحبه اصلا، كان لاعب خنوق جدا وكان كويس. وكده طلع في اللقاء مع ابراهيم فايق وقال بيتكلم كده، اصل هو حاسس كان هو كان هيموت. بس هو ربنا يرحمه ويغفر له يا رب على المستوى كده. يا رب شكرا قوي. هو عايزه برضو، عشان برضو الموت شاع جدا من الشباب، المفروض واحد برضو يتجر ربنا ويصلي ويعرف طريق صلاح، عشان برضو يعمل اخرته، عشان مثلا ربنا احسن له. ده كان كويس كده، كان بيصلي برضو وكان كده، هو كده حته احسن كتير طبعا. ربنا حمره يغفر له ويرجع المستقبل. عرفنا بنفسك؟ اسلام. اخبار الامتحان الاول؟ لا الامتحان يتحل. طب الحمد لله. تابعت ازاي خبر وفاة احمد رفعت لاعب نادي الفيوتشر ومنتخب مصر؟ انا اتفاجئت الصبح لما صحيت، اتفاجئت بالخبر ده. الله ربنا يرحمه ويصبر اهله.